بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم المشاهدين اللي مشتركين في القناة واللي مازال ما اشتركوا، ان شاء الله غادي يشتركوا معنا. دخلوا القناة وشوفوا الى عجبتكم، مرحبا بكم ومرحبا بالمشاهدين والمشتركين القدام. اليوم غادي ندير معكم هذيك لا فيديو ديال الكوفغلي. الكوفغلي اللي كان كرونا ولا بوردو العكري، هذاك الكوفغلي اللي كنت درت معكم وقلت لكم غادي نوريه لكم من بعد. اذا ها هو الرسم ديال الزواقه اللي درنا فيه. ها هو ان ايشونتيون، هذا ايشونتيون ديالو كمخدوم بهذه الصوفه غليظه. هذه الصوفه كتخدم برقم 8 ولا رقم 9 حتى 10. هذا مخدوم ب 10، كيجي خفيف وكيطلع بالزربه. دونك عندكم الاختيار اي نوع صوفه عندكم في الدار، يمكن لكم تستعملوها وغادي تمشيو على حسب الغمض ديالها وتاخذوا الكروشي اللي بغيتو. انا هاد الصوفه خديتها من هذاك، من عند هذاك السيد اللي كناخذ من عنده الصوفه اونلاين باغ انترنيت. نخلي لكم الرابط ديالو لتحت، راني كنت ديجا هضرت عليه في واحد الفيديو. دابا نخلي لكم حتى لا فيديو اللي تكلمت لكم عليه ووريتكم الصوفات اللي شريت. انا صوبتو بداك الكوفغلي الكرونا، صوبتو بالصوفه الكيلو. الصوفه الكيلو عنده كدير 80 درهم للكيلو، وهذاك الكوفغلي ديال الناموسيه ديال مترو 60، لان ملي كتجي تصاوبي الغطاء تاع الناموسيه كنتي كتعبريها. كنتي بغيتي ديري ديال الناموسيه ديال ولدك ولا بنتك غير صغيره فيها 90 سنتيم في العرض، اذا انت كتحس ديري السنسله 90 سنتيم ولكن كتحسبي حتى الجناب. شوفي شنتي شحال بغيتي طوليهم، واش طوليهم 20 سنتيم من هنا ومن هنا ولا المهم على حسب. انت خصك ديري الكوفغلي كيغطي الناموسيه من الفوق ومن الجناب، وشحال بغيتي الطول. الطول عامه ولا اون جينيرال كيكون داك الطول ديال الناموسيه فيه مترو 90 حتى 2 مترو، فيه حتى 2 مترو. دونك انت واش بغيتي طلعي داك الغطاء الناموسيه حتى الفوق كيغطي الخدادي ولا بغيتي غير هكا، المهم على حسب. عامه الا خدمتيها بصوف غليظة وكروشي غليظ راه سهلة. ونبداو ان شاء الله. بسم الله. اذا اش غادي نديرو هاد الزواقة هادي؟ ها انايا كاين الرسم ديالها. كدير كتحتاج كتمشي على 8 ملتيبل دو 8، عدد مضروب في 8، غتمشي 8 8 8 وغنزيدو عين وحده. بحال دابا الا درنا غير جوج، هادي سميتها غرزة المروحة يمكن، ولا زواقة المروحة و اون فرونسي اما ايفونتاي ولا كوكي. و سميتها فوالا ايفونتاي ولا كوكي، و ايفونتاي فرونسي هي مروحة. اذا باش غادي نبداو، كنبداو بالنسبه للمبتدئات مثل ما غادي نديرو الغرزه الاولى، هي ديك العين الاولى اللي غنديرو. غادي نديرو بحال هكا، غديري بحال هكا، ديريها شتي وغتجيبي هذا الخيط وتخرجيه غير عقده. عاودوا شتو، ها هي نلوي الخيط على يديها ونمشي هكا، شفتو، وغنخشي صبعي ونجيب هذا الخيط. هذا شتو انا جبته، غادي نجيبو هكا صافي. ها هي عندي عقده كتصغر وتدير، ها هي يمكن لي نصغرها وكبر. نخشي فيها الكروشي ونبداو السلسله. دونك غادي نبداو السلسله شحال غنديرو. بحال دابا مثلا هنايا انا عندي بغيت ندير ثلاثه المروحات، غادي ندير 3 في 8 24 وغنزيد وحده، اذا غندير 25 عين. دونك حنايا ها هي هذه الاولى، هذه ما غنحسبوهاش، هذه غير عقده، هذه غير عقده. اذا غادي نبداو نحسبو 25 واحد. بحال دابا بغيت ندير غير جوج مروحات، غندير 16 8 في 2 16 ونزيد وحده. واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته، وغنمشيو هكا حتى نوصلو داك العدد العيون اللي بغيت. نتوما كيما قلت لكم غادي تحطو هكا على الناموسيه وما تزيروش السلسله ملي تكونوا تخدموا في هاد لي مايشينات ولا السنسله ولا هاد العيون. ما تزيروش الكروشي ديالكم باش ما يجيش مشنق داك لو طرافاي، يجي داك العمل ديالكم يجي مرخوف. دابا ما كنحسبش حتى سالي نحسب. هاد لو شيما، هاد لا فيديو يمكن لكم ديروا تسكرينيو، زعما كتوركوا على التليفون من هكا ومن هكا، وراه غادي يعطيكم ليماج، يعطيكم الصوره وطبعوها
وتبعوا عليه الا بغيتوا. من الاحسن تبقاو تقراو هكا باش اي رسمه شفتوها ولا اي زواقه كتقدروا تتبعوها. انا غادي نقرا معكم دونك فوالا. انا عندي 25 عين هنايا، اذا 25 عين شنو غادي ندير؟ غادي نجي لهاد الاولى، هاد العين الاولى ما غنخدمهاش، وغنجي للثانيه وغادي ندير فيها غرزه حشو. غرزه حشو كان ها هي الغرزه هذه الاولى ما خدمتهاش، غنجي للثانيه وغنخشي الكروشي ونجبد الخيط. امولو عندي جوج العيون فوق الكروشي، غنلوي الخيط ونخرجهم بجوج، هذه كتسمى غرزه حشو. اذا من مور غرزه الحشو ها هي عندي هنايا غرزه حشو. هنايا انا غادي ما غاديش ندير بحال هكا، هنايا كاينه غرزه حشو الاولى، ها هي غرزه حشو، وغادي نديرو ثلاثه، نخليو ثلاثه العيون ما نخدموهمش. الاولى فيها غرزه حشو وغنخدم ونخلي واحد جوج ثلاثه، ونجي للرابعه ندير ثاني غرزه حشو، واحد جوج ثلاثه، وها الرابعه شفتوا، واحد جوج ثلاثة، ها هي الغرزة الرابعة، غنخشي فيها الكروشي ونجبد ونلوي الخيط ونعاود نخرج. إذا هذه غرزة حشو، بقى عندي هذا الفراغ. إذا غندير ثلاثة ديال العيون، ثلاثة ديال لي ماي شينات، ولا واحد جوج ثلاثة، وندير غرزة حشو وحدة، غرزة حشو وحدة أخرى هنايا شتو. ها هو في الشيما شنو عندكم؟ عندكم غرزة اللي درنا في الأول غرزة حشو، ندير ثلاثه العيون وندير غرزه حشو، ثلاثه العيون وغرزه حشو، وغنمشي السطر كامل هكا. في العين الاخرى عندي غرزه حشو، هذا الاخر هنا راه كاينه غرزه حشو غير ما بايناش. اذا صافي حنا كملنا هذا السطر الاول ديالنا، دابا غادي نديروا هذا السطر الغوز، هذا الغوز. اذا هذا الغوز باش بادي، ها هو دابا العمل منين كنكمل كيجي بحال هكا. اذا غادي ندور الخدمه ديالي، غندور هكا وغادي نشد. شنو دايرين ليا؟ غرزة حشو في الاول شتي، هاد الزائد راه غرزة حشو. اذا غنشد العين الاولى فوق الغرزة الاخرى اللي درت غرزة حشو، غندير ثاني غرزة حشو من الفوق، ها هي ندير غرزة حشو هكا شتي. ومن بعد غادي نقص هاد الثلاثه اللي عندي، هاد الثلاثه العيون اللي درت، هاد الثلاثه العيون هادو اللي درت غادي نقصهم هما هنايا، وغنجي لهذيك غرزه الحشو اللي عندي، ها هي هاد غرزه الحشو، فوق منها غادي ندير التسعود ديال الاعمده شتي. ها هي، اذا انا من هاد غرزه الحشو، ها هي شتي، من غرزه الحشو غنمشي لهادي باش ندير هاد التسعود الاعمده. هادي فين جات؟ راه جات فوق غرزه الحشو اللي عندي هنايا. اذا هنايا ها هي شتي، هما الثلاثه هما هادو، وهي غرزه الحشو اللي غندير فوق منها التسعود الاعمده. العمود كيفاش كنديروا ليه؟ غادي نلوي الخيط دابا ماشي بحال غرزه الحشو، وغنجي لغرزه الحشو نخشي الكروشي ديالي فيها في الوسط ديالها، ونجبد الخيط ولاو عندي ثلاثه فوق، ونخرج جوج ونعاود نخرج جوج. هذا عمود كنبقاو نديرو هكا. اذا غادي ندير تسعود، تسعود من هاد الاعمده. هذا غير في الاول اللي كاين، اما كاينش من بعد. من بعد غنبداو الخدمه من هاد السطر، غتبقى التعاود. اذا غادي نديرو تسعود ديال الاعمده، قلنا العمود كتلوي الخيط كتخشيه كتعاودي تخرجيه كتخرجو، كيولي عندك ثلاثه الفوق، وكتلوي الخيط باش كتخرج جوج بجوج. شحال عندي دابا؟ واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته، باقي ثلاثه. ما تزيروش يديكم باش ما يهزش لكم الصوفه بزاف، ولا ديروا كروشي غلاد. الا لقيتي راسك كتزيري معني حتى انا خصك ديري كروشي غلاد من هذاك. يمكن لكم ديروها باي صوفه عندكم، اي المهم تقدروا ديروها للبيبي، ديروا الا بغيتي ديروا كاش البيبي هكا بهاد الزواقه. بقي وحده كما يمكن لكم دير بها كوف غلي، ولا ديرو حتى شي هكا كوف كتغطيو به الفوتوي. اذا منين غندير هاد تسعاد الاعمده شنو غندير؟ غندير غرزه الحشو من مور تسعود الاعمده. كاينه غرزه حشو فين جات؟ فوق غرزه الحشو الاخرى شفتو. دابا شتي فين كاينه هاد؟ دابا انا منين درت هاد الاعمده كاينين ثلاثه، منين تدير هاد تسعود الاعمده كاينين هاد ثلاثه تاع الغرزات هما هادو
هما هادو شفتهم، هما دابا هاني درت هادو، وكاينين هاد الثلاثه هما اللي ما تخدموش، غير غطاتهم هادي، ها هما ما تردوا لهم البال. وها غرزه الحشو اللي غندير فوق منها، ما غنجيش نجي لهادي، لا هادي اللي حداها اللي شوف ملي كدير هكا الخدمه راه تقريبا كتغطيها، هي غتجي فوق من، اذا بحال كتسد هذيك المروحه، ها هي غندير غرزه حشو، شفتوا باش كتشد هاد المروحه ما كتبقاش دايحه. اذا منين درنا غرزه الحشو ثاني غنمشيو للاخرى وغنديروا فيها غرزه الحشو الاخرى، وغنديروا فيها التسعود ديال المروحات، غادي داك الساعات غادي غير الا عرفتوا هذه صافي غتردوا البال، صافي غادي تجيكم سهله. اذا ها غرزه حشو فيها مروحه واللي حداها كتسد بغرزه حشو، عاوتاني هذه فيها مروحه وهذه ها هي شتي، دابا غرزه الحشو هذه دابا كنديروا فيها المروحه، شتي هذه ها هي باينه، ولكن منين غنديروا هذه المروحه راه غادي تجي تقريبا غتغطي عليها. اذا نردوا البال، هذه شتي ملي غندير المروحه في هذه، هذه غدير فيها غرزه حشو وغتجي لهنا عاوتاني غدير مروحه وصافي، وغادي تسد هنايا بغرزه هذا غرزه حشو. سهله هذه المروحه، غير ردوا البال، وإلا ما فهمتوش عاودوا شوفوا الفيديو بشويه، راه كاينه السرعه، كاين يكون واحد ثلاثه النقيطات الفوق في لا فيديو، فوق لا فيديو في الجهه اليمنى ديال لا فيديو، بحال دابا هذه هي لا فيديو كتفرجوا فيها هنايا، الا كنتي كتشوفي في التليفون كيكون واحد النقيطات ثلاثه، هذوك النقيطات تكليكي عليهم غتلقاي فيتاس مكتوبه فيتاس، فيتاس هي سرعه، ولا كان عندك بالعربيه جو سي با واش يوتيوب بالعربيه غيكتب لك السرعه. اذا الا كانت تمايا كتشوفي السرعه ملي كتكليكي عليها، ملي كتوركي عليها كيبان لك مكتوبه نورمال ولا طبيعي ولا عادي، انا ما عرفتش، انا بالفرنسي كتكون مكتوبه نورمال، دونك انت كتكليكي على نورمال، ملي كتكليكي عليها كيبان لك، كيقول لك واش بغيتي 25% ولا 50% ولا 75%، معنيتها نورمال هي 100%، الوغ هي العاديه، ولا بغيتي تقليها غتنقصي، اذا غديري 75% ولا باش كتقال لا فيديو باش تشوفي مزيان انت كيفاش كيداروا لي بوين، كيفاش كدار الخدمه. اذا حتى هنايا التسعود ديال الاعمده، تسعود الاعمده، وغنجيو لهذيك اللي قلت لكم. ها نشوف شتي هذيك الغرزه اللي كانت باينه قبيله، غرزه الحشو اللي كانت باينه، هي دابا منين درنا المروحه تقريبا غتغطي، اذا انا المروحه ما تبقاش هكايا، غادي تجي غدير لها غرزه حشو غتشد هنا غادي تثبتها تمايا، هاهي صافي تثبتات، هذه غرزه الحشو. اذا وغنلوي الخيط وغنجي لهاد الغرزه هذه عاوتاني وغندير فيها مروحه، غندير فيها تسعود. غنديرو تسعود هنا وغنجي لهنايا، غنجي لهنا وغادي ندير غرزة حشو هنايا في الاخر، غندير هنايا غرزة حشو وحدة اخرى، يلا غنديروها ونطلقها. اذا دابا حنا كملنا هاد السطر الاول ديالنا، يجي بحال هكا، ها هما ثلاثة المروحات اللي قلنا، اذا وصلنا لهنايا كنا درنا غرزة حشو في الاخر، اذا غندوزو دابا لهاد السطر الثالث، السطر الثالث باش كيبدا، كيبدا بثلاثه ديال العيون، ثلاثه السلسله، واحد جوج ثلاثه اللي كيعوضوا اللي كيجيو في عوض ديال عمود، وجوج سلسله باش كنفرقوا، اذا غادي نديرو خمسه سلسلات، اذا ها الاولى واحد جوج ثلاثه، هذه في بلاصه العمود، وغادي نزيدو جوج اخرين، ملي غنديرو هذوك جوج غادي نجيو واحد جوج ثلاثة أربعة في العمود ديال الأعمدة ديال المروحة، غنحسبو واحد جوج ثلاثة أربعة، فوق الخامس غنديرو غرزة حشو. إذا داكشي لي غندير، أنا درت الخمسة ديال السلسلة، وغنجي غنحسب واحد جوج ثلاثة أربعة، فوق الخامسة غنخشي الكروشي ونجبد الخيط ونعاود نلوي الخيط ونخرجهم بجوج، هادي هي غرزة حشو. إذا من موراها منين غادي نديرو من مور، مني كنديرو هذيك غرزة الحشو كنديرو جوج سلسلة، غنديروهم ها هما جوج سلسلة
منين غندير هاد جوج سلسله غنجي لهذيك غرزه الحشو اللي ما بين المروحتين وغندير عمود عمود سلسله عمود. اذا انا غنجي هيا دابا عندي درت جوج سلسله وغنجي لهاد غرزه الحشو اللي ما بين هاد المروحتين وغندوي الخيط باش ندير العمود وغنجي هنا وغنجي ندير في غرزه الحشو اللي كاينه وندير عمود وندير سلسله نفرقو بسلسله لان قلت نفرقو بسلسله وندير عمود واحد اخر وغنزيد ندير جوج سلسله جوج سلسله. اذا شنو كيبقى عندي الراس مشنو فيه جوج سلسله فوق المروحه كنحسب اربعه الاعمده الخمسه كندير فيها غرزه حشو ندير جوج سلسله عاوتاني ونجي لهاد غرزه الحشو اللي ما بين هادو كنجي نفوق منها كندير هاد الفي هاد الفي اللي مصوبه بغرزه جوج عمود مفروقين بسلسله لان هاد الفي هادي من بعد في السطر اللي مراه هي اللي غيجيو فيها داخلين فيها غنديروا المروحات فيها غنديروا داك التسعود ديال باش تبقاو تعرفوا تقراو في نفس الوقت انتما كتبعوا معايا. اذا غندير جوج سلسله وغنحسب هاد الاعمده شحال عندي واحد جوج ثلاثه اربعه فوق العمود الخامس غندير غرزه حشو ها هي وغادي نجي عاوتاني ندير جوج سلسله وغنجي فهاد غرزه الحشو اللي ما بين هادو غنلوي الخيط وندير جوج اعمده داك الفي جوج اعمده مفروقين بسلسله هكا جوج سلسله عاوتاني ونحسب الاعمده ديالي عندي واحد جوج ثلاثه اربعه فوق الخامس فوق الخامس كنجي كندير غرزه حشو عاوتاني في الاخر هنا فاش غادي نقرب نكمل جوج سلسله وفوق هاد غرزه الحشو الاخرى كاين غير عمود شتي كنلوي الخيط ونجي فوق هاد غرزه الحشو الاخرى اللي عندي اللي درت في السطر الاخر فوق ندوي الخيط بعدا ونجي في غرزه الحشو الاخيره اللي كانت عندي غندير عمود منها هانتوما غادي تعلموا هذا صافي حنا دابا كملنا هاد السطر كملناه شتي شويه هاد الكروشي رقيق على الصوفه هادي هاد هاد الموديل ها انا درتو بالعشرة العشرة هو هذا شتي كتجي هذا شي شويه 6 ونص رقيق كيف كيجي شويه مضيق اما بالعشرة شتي كي كتجي مدايره ولكن كيجي فيها هادو كبار بزاف عاوتاني مصوبه بهاد الكروشي نيميرو 10 اذا اما بالكروشي 6 و دمي 6 ونص شتي كي كتجي مضيقه شي شويه. اذا نتوما كتقرروا داك الساعات كيفاش غادي ديروا حنا وصلنا هنا ياك. اذا دابا غادي نطلعوا نديروا هاد السطر هاد السطر الرابع السطر الرابع باش بادي بثلاثه الاعمده ثلاثه السلسله واربعه الاعمده معنيتها نص مروحه هنايا غنديروا نص مروحه شتي مره كتكون هنا المروحه مره كتكون هكا مختلفين كي اذا باش غنبدا بثلاثه السلسله وفي نفس هاد الغرزه في نفس هاد العمود اللي درت في نفسه غندير اربعه اذا بحال عندي هاد ثلاثه السلسله في عوض عمود اذا واحد دونك غندير بحال غندير خمسه الاعمده ها هادي واحد هو هاد ثلاثه السلسله ودابا درت جوج مازال غندير جوج اخرين هي خمسه هادي نصف مروحه وغدا شنو غادي نجي فوق هذيك فوق هذيك غرزه الحشو اللي درت فوق في العمود الخامس تاع هاد المروحه غنجي ثاني غندير غرزه حشو وحده اخرى شفتوها هذيك غرزه الحشو اللي كنت درت فوق المروحه هنا ها هي عندي هنا غنجي ليها وغندير عاوتاني غرزه حشو وحده اخرى اذا وغادي نجي نلوي الخيط لان ملي غندير غرزه الحشو غنمشي ندير هاد التسعود غندير هاد المروحه شتو مور هادي غندير هادي اذا غنجي لهاد الفي هاد الفي اللي عندي هنا وغندير تسعود الاعمده دابا غنشرح لكم هكا باش نكملوا السطر. اذا هنا غديروا تسعود الاعمده في هاد الفي اللي درنا بين جوج ديال جوج الاعمده مفروقين بسلسله غنديروا فيها تسعود وفوق هاد غرزه الحشو اللي جايه فوق المروحه غنديروا غرزه حشو صافي هادشي اللي غندير. اذا هنا غيكونوا تسعود غرزه حشو تسعود وغرزه حشو منين غادي نوصلوا لهاد الغرزه الحشو الاخرى غنجيو من هاد الاخر هنايا فوق هذا هنا كنا درنا خمسه
اذا واحد جوج ثلاثه هما اللي عمود غتجيو لهاد الغرزه الاخرى الثالثه فيها غديروا خمسه ديال الاعمده بحال هنا في الاول درنا خمسه اذا حتى هنا غنديروا هي واحد جوج ثلاثه غنجيو هنا في هاد الغرزه هاد علاش انا كنحسب واحد جوج ثلاثه لان واحد جوج ثلاثه فعوض عمود شفعوض عمود فهمتوا فعوض هاد العمود اللي كاين هنا كاينين كانوا ثلاثه السلسلات وهاد جوج سلسلات اذا حنا دابا ماشيين 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 ملي غنجيو غنحسبوا واحد جوج ثلاثه في الثالثه في العين الثالثه ما كيبان لكمش اذا حنا دابا راه حنا ماشيين فهاد السطر ياك فهاد السطر الكحل قلنا كنديروا السعود ديال لهذا في الفي وفوق الغرزه ديال الحشو اللي جايه فوق المروحه كنديروا غرزه حشو عاوتاني كنديروا هاد المروحه هنا في الفوسط الفي ومني كنجيو هنا كنديروا هاد غرزه حشو كنحسبوا جوج العيون واحد جوج ثلاثه هذه هكا من الجنب واحد جوج ثلاثه في هاد العين الثالثه غندير كملوا حتى لهنايا وغادي نطلقها اذا حنايا انا وصلت هنايا هاني درت غرزه الحشو وصلت هنا اذا باقي لي هذا بغيت نديرها معكم باش نتاكد بان فهمتوا اذا غادي نحسبوا العيون هنا واحد جوج ثلاثه وغنلوي الخيط وغنجي لهاد العين الثالثه هانتي دونك خليت واحد جوج دونك نجي لها الثالثه وغادي ندير فيها خمسه ديال الاعمده واحد جوج بحال هنايا في الاول درنا ربعة الاعمده وثلاثه ديال السلسله هي خمسه دونك حتى هنا غادي نديرو خمسه ديال الاعمده واحد جوج ثلاثه اربعه اذا باقي واحد صافي دابا كملنا هاد السطر غندوزو للسطر الاخر اذا ملي كيكمل هاد السطر شتي باش ما خاصش السلسله تسدر باش ممكن ملي غادي دير من بعد راه غادي تقاد اذا دابا غادي نقلب العمل ديالي وشنو غادي ندير في هاد السطر غنجي لهاد العمود الاخر اللي درت غتجي فوق منه سلسله ها فوق العمود الاخر غتجي فوق منه غرزه حشو العمود الاخر ها هو غندير فوق منه غرزه حشو شتي غرزه حشو ومن بعد جوج سلسله وغنجي لهاد غرزه الحشو اللي ما بين المروحات غادي ندير فيها الفي باش كنصاوبوها بعمود سلسله عمود هذه الفي عاوتاني فين غتجي المروحه اذا هنايا غندير المروحه جوج وغنجي فوق الخامسه غندير غرزه حشو وجوج سلسله وعاوتاني ما بين هذيك الغرزه الحشو اللي ما بين المروحات غندير فيها الفي مناشي شنو هي عمود سلسله عمود وغادي ندير جوج سلسله ونحسب فوق الخامس العمود الخامس ديال المروحه غندير غرزه حشو اذا شنو كندير راني كنعاود واحد السطر كنعاود دابا بحال كنعاود هذا السطر سميتو اللي كان هنايا حتى حنايا حتى هنا راه نفس الشيء اللي درنا هي فوق الخامسه كديري جوج كدير جوج مروحه جوج وغرزه حشو فوق الخامسه نفس العمليه غادي تبقاو تكرروها اذا ها هي دابا ملي كديروا المروحه في السطر الاخر كديروا هكا جوج تفرقوا بجوج وكتجي واحد جوج ثلاثه اربعه فوق الخامسه غرزه حشو ديال فوق العمود الخامس ديال المروحه غندير جوج ديال السلسله وغنجي لهاد الغرزه اللي ما بين غرزه الحشو اللي ما بين المروحات غندير فيها الفي لان في السطر اللي موراه غادي تجي فيها مروحه عاوتاني هاد الفي اذا هكا وغندير ثاني جوج سلسله وغنحسب واحد جوج ثلاثه اربعه وفي الخامسه غادي ندير غرزه حشو صافي وغتمشيو بحال هكا غتبقاو هنايا بدينا بغرزه حشو وهنا الاخر فوق هاد الاخرى غرزه حشو صافي غرزه حشو اذا السطر اللي موراه غادي تعاودوا تبقاو تمشيو غير بهاد السطور اللي خدمناهم قبل وان شاء الله صافي هذا هو هذه هي الخدمه هكا هي دايره سهله غادي نكملوا هاد السطر ديالنا غرزه حشو عندنا جوج سلسله وغنجيب ما بين هذه اللي ما بين المروحتين كندير فيها الفي صافي
وغندير جوج هكا وغرسات حشو. اذا دابا كملنا هاد السطر ديالنا، هاد السطر الاخر شنو غادي نديرو؟ منين كنبغيو نبداو هاد المروحه، حيت دابا غادي تبدا المروحه من الجن، هاد المروحه غادي نبداو هنايا، كنا بدينا هاد نص مروحه، دابا غنديرو مروحه كامله. اذا باش كنبداو، ملي كنجيو نديرو مروحه كامله كنبداو بغرزه حشو. هي غرزه حشو غنديروها فوق ديك غرزه الحشو اللي كانت عندنا. راني قلبت العمل ديالي، ها هي غرزه حشو، وغادي ندير غنجي لهاد الفي وغندير فيها السعود ديال الاعمده، السعود الاعمده. اذا غنبدا الخدمه هكا، هادشي اللي درتو غنعاودو، غندير هاد السطر وغنرجع ندير هذا ونرجع ندير هذا. اذا شنو غير ملاحظه انا اللي بغيت نقول لكم، ان ملي كيكون عندنا غنبداو هاد المروحه من الاول، هي اللي غتجي في القنت بحال هكا غتبدا المروحه. اذا قبل منها راه كيكون هاد كتكون غرزه حشو. اما ملي كنكونوا غنبداو غير نص مروحه، راه كيكون كيبدا العمل بعمود، ثلاثه السلسلات ولا ويكمل بعمود. ثلاثه ها هي شفتوا، ملي كتكون غتبدا، ملي كنكونوا غنخدموا هاد المروحه كامله، السطر كيبدا بغرزه حشو، فهمتوا؟ اما ملي كيكون غيبدا العمل ديالنا غنبداوه بنص مروحه، اذا راه كيبدا بثلاثه السلسله وكيكمل بالاعمده شفتوا في الاخر. لاحظوا هذه، اذا وغادي تبقى غير كتعاودوا، غير كتعاودوا نفس الشيء هكا هكا ان شاء الله، حتى كتخدموا شحال ما بغيتوا الطول ديال الخدمه ديالكم والعرض شحال ما بغيتوا نتوما على حسب النموسيه ديالكم. هكذا انا درت هذاك الكوفغلي، كنتمنى تكون عجبتكم الفيديو، ونتمنى توصلت وشرحت لكم هاد الغرزه كيفاش كدار. هذه راه كاينه بزاف في اليوتيوب، راه كاينه ماشي غير هذه، كاينين اللي بخمسه المروحه فيها غير خمسه، كاين اللي فيها سبعه، كاين اللي هنا كيفرقوا بثلاثه، كاين غادي تلقاو في يوتيوب بزاف الاشكال. هذا هو الشكل اللي انا درت وارتحيت ليه وجاني مزيان، وكيجي بحال دابا الا درتيه بهذا راه تيجي مدقوق، راه كتهشي شويه الصوفه. المهم الا ما كنتوش مشتركين في القناه ديالي مرحبا بكم، تفضلوا اشتركوا، واللي مشتركين معايا جزاكم الله خيرا على التعليقات الجميله وعلى دوام المشاهده ديال الفيديوهات ديالي. شكرا لكم، ما تنساوش ديروا لايك، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.